السلام عليكم. الدرس تاع اليوم راح يكون على جسر التقويم. راح نحاولوا نتكلموا باللغة العربية خاطر فيه طلبات كثيرة اللغة العربية، والمصطلحات نذكروهم باللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية. جسر التقويم اللي يسموه بون دو ديود، وبالإنجليزية دايود بريدج، كاين عدة أنواع كما هذا. هذا 35 أمبير، يعني جسر تقويم أحادي الطور 35 أمبير. كاين هذا جسر تقويم أحادي الطور ثانيك 30 أمبير زائد مبرد، يعني فيه رفرواديسور من تحت. هذا ما فيهش مبرد، هذا فيه مبرد. وكاين هذا جسر تقويم ثلاثي الطور 100 أمبير زائد مبرد، يعني ثاني فيه رفرواديسور. هنا يدخلوا ثلاثة أطوار ويخرج لي هنا السالب والموجب. دور جسر التقويم هو يعني يدخل تيار المتناوب ويخرج لنا تيار مستمر. نحاول ندير مخطط. هذا هو الجسر، عنده هنا المدخل راح يكون متناوب. نحن نشوف التيار منخفض حوالي 30 فولت، المخرج راح يكون هنا هذا الحمل ولا لاشارج. هنا راح يكون يعني السالب والموجب، هنا راح السالب والموجب يكون تيار مقوم ولا نكونو رودريسي، يعني في المدخل راح يكون هذا متناوب، في المخرج راح يكون هكذا. باش يولي صدر مستمر راح يكون هكذا. هذا هو التيار المستمر. هذا لازم نزيدو له المكثفة، كي نزيدو له المكثفة راح يكون هكذا. دونك هكذا نحاول نطبق هذا المخطط. عندي هنا محول كهربائي فيه مدخل 220 فولت، والمخرج 24 فولت و12 فولت. أنا خيرت 24 فولت. هنا كي باش نركب هذا الجسر نقرا هنا داير لي الموجب معناتها المخرج، ويقابلو هنايا السالب معناتها انا المتناوب راح نديرو هنا. نشوفو النوع هذا وكتب لي هنا الموجب والسالب، ودار الموجب احمر والسالب دارو أسود، معنتها هنا راح يكون المتناوب. نحاول نركب هذا المتناوب. نشغل نضبط الجهاز هنايا المتناوب. نشوف المدخل تاعي كم، 35.9 فولت. ندير في المستمر ونشوف، نقرأ 33 فولت مستمر. أنا هاو يخرج لي في التيار المستمر.
وهذا بالنسبة للتركيب والقياس. كاين ثاني يعني حاجة مهمة لازم نشوفها، اللي هي كيفية فحص جسر التقوي. يعني ممكن تتلف أحد الديودات هنايا، كيفاش نفحص هذا الديود؟ نثبت الجهاز تاعي في الديود هنا، حتى يجيني رمز الديود هذا. وكما تعرفوا الديود عنده كيكون استقطاب مباشر راح يعطينا المقاومة، كيكون استقطاب عكسي يعطينا صفر في المقاومة تاعه. يعني ناخد هنا بشكل عشوائي هكذا، راه استقطاب عكسي، هنا عطانا صفر، نقلب هنا عطانا صفر 450. نزيد نروح لل اقطاب، هنا عطانا كي نعكس ما لازمش يمد، هنا ما يمدش. نزيد نروح لاخر هكذا يمدلي، نقلب ما يمدش. نزيد نروح لاخر هكذا مكاش، كي نقلب يمرر. اذا كان يمرر في الاتجاهين معناتها هنا راه الديود متلفة، واذا كان يعطي لي صفر في الجهتين ثاني هنا في الحالة هذه راها لا ديود متلفة. السلام عليكم.